نشرت عدة مؤسسات إخبارية بارزة عبر الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين مجموعة ضخمة من الوثائق المالية المسربة تربط حسب ما قالت زعماء عالميين بثروات سرية. نهز عدد الوثائق 12 مليون وثيقة، بعضها مرتبط بنحو 35 زعيما من زعماء الدول الحاليين والسابقين، وأكثر من 330 سياسيا ومسؤولا عاما في 91 دولة وإقليما. وأورد التحقيق أن عائلة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والمقربين منه أبرموا سرا صفقات عقارية في بريطانيا تبلغ قيمتها مئات الملايين، وتشمل مبنى مكتبي بقيمة 45 مليون دولار باسم نجل الرئيس حيدر البالغ 11 عاما. أثر التحقيق كذلك أن رئيس الوزراء التشيكي أندري بابيس لم يصرح بامتلاكه شركة استثمار أوفشور استخدمت لشراء قصر بقيمة 22 مليون دولار في جنوب فرنسا. التحقيق كشف كذلك أن الرئيس الكيني أوهورو كينياتا الذي أطلق حملة ضد الفساد ومن أجل الشفافية المالية يمتلك سرا مع 6 من أفراد عائلته شبكة من 11 شركة أوفشور قيمت وصول إحداها ب 30 مليون دولار. وتظهر الوثائق أن رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير الذي كان يشن حملة على الملاذات الضريبية اشترى مع زوجته مبنى في لندن يناهز 9 ملايين دولار في العام 2017 من خلال شركة مقرها في جزر فيرجن البريطانية، وبموجب القانون البريطاني تجنب من خلال ذلك دفع ضرائب تبلغ مئات آلاف الدولارات. ومن بين 14 شركة سربت منها الوثائق كانت شركة ترايدنت تراست إحداها، إذ بلغ عدد الوثائق المسربة منها نحو 3 ملايين وثيقة، وحل لبنان في المركز الأول من حيث عدد الملفات ب 364 ملفا، بينما حلت بريطانيا في المرتبة الثانية في قائمة زبائن الشركة ب 151 ملفا، وجاء العراق في المرتبة الثالثة ب 85 ملفا. في وثائق بندورا أسماء لرئيسي حكومة لبنانيين حالي وسابق هما نجيب ميقاتي وحسان دياب، ومستشار لرئيس الجمهورية هو النائب السابق أمل أبو زيد، ووزير سابق ورئيس حالي لمجلس إدارة أحد المصارف اللبنانية هو مروان خير الدين، بالإضافة إلى حاكم مصرف لبنان نفسه رياض سلامة. يأتي هذا في حين يغرق لبنان يوما بعد يوم في واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في التاريخ، وأصبح أكثر من نصف سكانه في عداد الفقراء. إلى اليمن الغارق في أتون الحرب، حيث يواجه جزء هام من سكانه شبح المجاعة ويعاني شعبه شتى أنواع الكوارث. أسس صالح العيسى وحسين الحثيلي شركة نفطية في أحد الملاذات الضريبية بالشراكة مع رجل أعمال مقيم في دبي، ومعروف أن صالح العيسى هو نائب لمدير مكتب رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي للشؤون الاقتصادية، فيما يعمل حسين الحثيلي في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون. كما كشفت الوثائق عن تهرب ضريبي بطله الوزير الموريتاني السابق ورجل الأعمال محمد عبد الله ولد إياها الذي تربطه علاقات بالرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وذلك من خلال شركات وهمية في ملاذات ضريبية. وذكر اسم العاهل الأردني في الوثائق، إلا أن الديوان الملكي نفى ارتكاب أي مخالفات، مشيرا إلى اعتبارات أمنية للحفاظ على سرية المعاملات، ومؤكدا أنه لم يتم استخدام أي أموال عامة. كما ذكرت الوثائق المسربة شخصيات أخرى من دول عربية على غرار تونس والمغرب والكويت والجزائر وغيرها من الدول. للحديث عن هذا الموضوع نرحب معنا من القاهرة بماجي ميشيل، وهي صحفية في الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين. أهلا وسهلا بك معنا سيدة ماجي. إذن هذا التقرير الأخير للاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، هل تعتقدين أنه ربما يثير الصدمة، يفاجئ، هل يتخذ طابع الفضيحة كما كان عليه الحال عندما سربت وثائق بنما؟
قد ما في تأكيد على استمرار هذا النمط من التهرب أو من إخفاء الأموال وتحت أسماء يعني غير حقيقية في هذه المعزات الضريبية. يعني ليست هناك صدمة قد ما هو تأكيد على أنه هذا الأمر لم يتغير، بل بالعكس أصبح أكثر صعوبة في الكشف عنه وفي معرفته، لأنه أصبح لدى هذه الشركات الوسيطة التي تقوم بتأسيس هذه الشركات لزبائنها، اللي هو ممكن يكونوا زعماء، ممكن يكونوا حرامية، يعني أي نوع من هذه الشخصيات، أصبح لديهم الخبرة في التعامل بحيث يستطيعوا إخفائها بصورة تصعب على المحقق أو الصحفي الاستقصائي في إن هو طيب ماجي، البحث فيها. نعم، هنا السؤال الأساسي، يعني هذا التقرير وثائق باندورا تسلط الضوء على أكثر من 29,000 شركة أوفشور أو الشركات العابرة للقارات. إذا كان شراء العقارات يمر أساسا بهذه الشركات يعني دواعي تتعلق بالخصوصية والأمن، متى يمكن أن نتحدث عن جرائم التهرب الضريبي وعن جرائم مالية، عن تبييض الأموال؟ يعني هل المعايير واضحة في هذا الإطار؟ موضوع الأمن والسرية هي شماعة عادة تستخدم لتبرير هذا السلوك. عادة الموضوع أكبر، والملايين التي يتم إخفائها عبر هذه الشركات في عقارات أو في يخوت عادة أو في أي أنماط أخرى بيبقى وراها أمور أخرى كثيرة، مثل التهرب الضريبي أو مثل غسل الأموال. لأنه إذا كان هناك عملية غير نظيفة وحصلت منها على ملايين وتحتاج إلى حساب بنكي لتضعه ضمن النظام الرسمي، يعني أنت لديك أمر غير مشروع وتود إخفاؤه في سياق مشروع، فتأتي هذه الشركات لتمرر، هي عبارة عن شانل، هي قناة تمرر منها هذه الأموال إلى البنوك. فموضوع الأمن والأمان سمعناه كتير، لكن مع الشخصيات التي تراها في هذه الوثائق الأمر ليست له علاقة كبيرة بالأمن. أحيانا وفي بعض الأمثلة نجد أن في شخصية عربية تمتلك هذا العقار في لندن، كل الجرائد والصحف كتبت أن هذا العقار تمتلكه هذه الشخصية، فإذا ليست هناك سرية. ولكن هناك أمر آخر ربما يرتبط بالتهرب الضريبي، نعم ودي أسهل نعم تفسير، وبعدين تمتد لأمور أخرى. في هذه الجزئية التهرب الضريبي، يعني شراء العقارات والأملاك والأصول من خلال شركات الأوفشور يجنب دفع أموال هائلة من الضرائب. ومن هنا نسأل عن دور ومسؤولية الدول والحكومات التي تشهد صفقات من هذا النوع، أي مسؤولية تتحمل؟ هل هي بحاجة لتغيير سياساتها، لتعزيز أنظم الرقابة المصرفية، تغيير الأسس القانونية في هذا الإطار، أم هي شريك في هذه الصفقات غير القانونية؟ يعني هنمسك مثلا مثال على الولايات المتحدة. وجدنا في هذه الوثائق أن أماكن يعني في الولايات المتحدة زي دلور على سبيل المثال تستخدم كملاذ ضريبي. الولايات المتحدة التي هي تعطي دروس للعالم في الشفافية وفي مكافحة الإرهاب وتضع ضغوط للامتثال، لكن في نفس الوقت لا تستطيع أن تجعل بعض المناطق داخلها أن تمتثل لنفس المعايير التي تطالب بها الآخرين. الحكومات الديمقراطية في الغرب وغيرها تستطيع أن تقود تغيير كبير، وده حصل already، يعني حصل في بعض الأماكن أن يتم ما نقول عنه الإفصاح عن المستخدم الأخير أو المستفيد الأخير، الـ beneficiary owner اللي هو اسمه بيكون على الورق مخفي. حينما يتم الإفصاح عنه أو تلزم الشركات بالإفصاح عنه، ويكون سهل أن تجده حتى بالبحث أونلاين وتجد هذا الشخص يمتلك هذه الشركة، إذن أنت حققت تقدم كبير، وتستطيع الحكومات أن تجبر هذه الشركات عن الإفصاح. نعم لكن لو جينا للمنطقة العربية الوضع مختلف تماما، لأن لا يوجد أي رقابة أساسا، يوجد تعمية وتعتيم، لا يوجد ضغوط أصلا داخلية، لأنه يعني ليس لا يوجد حراك داخلي، لا يوجد رأي عام. أنا بتكلم تحديدا على الدول زي مصر زي الخليج، يعني من يضغط على من؟ لا يوجد.
فلو لقينا مثلا انه بعض الاسر الحاكمه مثلا في قطر او في الامارات او في غيرها وجدنا في الوثائق امتلاكهم لعقارات في لندن، بعدين هيحصل ايه؟ ولا حاجه، انا ما اعتقدش ان هيحصل اي تغيير في المنطقه دي. لكن طيب بالنسبه مجيء للحكومات الغربيه الامر مختلف. يعني كيف مختلف؟ هنا نسأل، بعد تسريب وثائق بنما فتح أكثر من 150 تحقيقا في 79 بلدا في قضايا التهرب الضريبي والفساد وتبييض الأموال والجرائم المالية عموما، ما الذي حققته هذه التحقيقات؟ يعني هل أتت أكلها أم أننا بعد بضع سنوات ها نحن نشهد على تقرير مماثل، فضائح أخرى، وثائق مماثلة من خلال وثائق بندورة؟ يعني ما الذي يؤمل من هذا الكشف، من تسريب هذه الوثائق؟ يعني انا هخرج كمان بره الحكومات الغربيه واتكلم على باكستان مثلا. يعني وقت وثائق بنما تم تقديم بيرفيز مشرف الى المحاكمه وتم اطاحه بيه بسبب هذا التحقيق. في بعض الدول يتم الضغط لتقديم المسؤولين عن هذه الشركات واصحابها الى المحاكمات ويتم انهاء اعمالهم السياسي مثلا. في اماكن تانية تم تقديم قوانين والدفع بيها للفكره اللي قلتها لك، اللي هي فكره انه الافصاح، ان يتم الكشف عن قواعد البيانات الخاصه بالمستفيدين. واعتقد ان كل ما يكون في تحقيق بهذا الشكل وكل ما كان في رده فعل كبيره يتم الضغط للافصاح عن المزيد من التفاصيل الخاصه باصحاب هذه الشركات. أعتقد ده هو الدايركشن، ده الاتجاه اللي هتمشي فيه الأمور. القوانين الخاصة بمكافحة غسيل الأموال أحد الأمور المتعلقة بها والأساسية فيها هو هذا الكشف، الإفصاح. بس يعني أعتقد ده رأيي يعني. نعم، وشكرا جزيلا لرأيك ولمشاركتنا في شبابيك اليوم. إذن ماجي ميشيل، الصحفية في الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين من القاهرة.